حكم خلوه الخاطب بمخطوبته. الخاطب رجل اجنبي عن مخطوبته وكذلك مخطوبته، لان هذه الخطوبه لا يترتب عليها شيء من احكام الزواج، انما هذه الخطوبه هي مجرد وعد بالزواج، لذلك لا يجوز لهذا الخاطب ان يختلي بمخطوبته، لكن يجوز ان يجلس معها ويكون بمرأى ومسمع من اهلها حتى يعرف طريقة تفكيرها ويعرف عقلها، وهي أيضا تعرف طريقة تفكيره وتعرف عقله، حتى إذا حدث وفاق استمر هذا الأمر، وإذا لم يحدث وفاق ينتهي هذا الأمر قبل أن يكون هناك زواج، لأن هناك من يتزوجون دون أن يعرف بعضهم بعضا، وتكون الكارثة أن هذا الزواج ربما لا يستمر شهرا واحدا. وأعرف رجلا خطب امرأة دون أن يجلس معها، وبعد زواجه منها فوجئ بأن المرأة لا عقل لها. إذن الإسلام يبيح للرجل أن يجلس مع مخطوبته على مرأى ومسمع من أهلها، لكن لا يجوز له أن يختلي بها. السؤال الآخر هو: ما معنى المرأة الأجنبية؟ هذا المصطلح نجده كثيرا في كتب الفقهاء، يقولون هذه امرأة أجنبية. معنى المرأة الأجنبية هي المرأة التي ليست زوجة لك أو ليست من محارمك. أي امرأة هي ليست بزوجة لك وليست من محارمك، بمعنى أنه يجوز لك أن تتزوج بها، فإن هذه المرأة بالنسبة لك أجنبية، لا يجوز لك أن تختلي بها.